يساعد بروتين FMRP على تنظيم الاتصالات المشبكية بين الخلايا العصبية، وهو بروتين يسبب فقدانه متلازمة إكس الهشة والإعاقة الذهنية وبعض أشكال التوحد. تشير نتائج الدراسة الجديدة إلى أن البروتين FMRP يساعد في إنشاء حلقة تغذية مرتدة بين النواة والتشعبات، وهي آلية يعتقد الباحثون أنها قد توفر ما يشبه الحديث المتبادل بين مركز قيادة الخلية وآلاف الامتدادات البعيدة، مما يبقي الاستجابة المشبكية تحت السيطرة. تستخدم البكتيريا داخل الخلايا اختراقاً هاك معقداً للتهرب من الجهاز المناعي للمضيف. وجد الباحثون أن بكتيريا السلمونيلا التي أصابت البلاعم تستخدم أسلحة معينة، عوامل الضراوة، لخلق ثقوب في أغشية كل من الفجوة العصارية والضامة لتحفيز موت البلاعم، وبالتالي فتح القنوات إلى الخارج. تسمح هذه الثقوب للبكتيريا بتنشيط النظام التكميلي وتوليد إشارة لجذب العدلات للعثور على البكتيريا المحاصرة في الضامة المحتضرة. عندما تصل العدلة لتنظيف الضامة الميتة مع السلمونيلا بداخلها، فإنها تبتلع كل من البلاعم الميتة والسلمونيلا في عملية تسمى كثرة الخلايا، وبالتالي فإن البلاعم الميتة تحمي السلمونيلا من الخصائص المضادة للميكروبات للعدلة، مما يسمح للبكتيريا بالبقاء على قيد الحياة. قد يساعد فهم هذه الآلية في العلاجات المستقبلية. طريقة جديدة لتخزين الطاقة من الشمس. طور فريق من الباحثين جزيئاً قادراً على تخزين الطاقة التي تم التقاطها من الشمس، وهي بديلة عن البطاريات، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في وقت لاحق لإنتاج وقود الهيدروجين. بلاستيك عضوي ينظف ذاته من السوائل والأوساخ. طور باحثون بلاستيكاً عضوياً تنزلق السوائل والأوساخ عنه، واستوحى العلماء بنية غلاف البلاستيك العضوي من بنية الشمع الذي يغطي سطح نبتة اللوتس. ومن خلال التجارب تبين أن التركيب الجديد يحتفظ أيضاً بقدرته على التنظيف الذاتي حتى بعد خدش المواد المغلفة وتعرضها للحرارة والأحماض والإيثانول. منشأة الاندماج الأوروبية تسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في مجال الطاقة. حقق العلماء الأوروبيون نجاحاً كبيراً على طريق إنتاج الطاقة من خلال بلازما الاندماج، حيث أطلقت تفاعلات الاندماج في جد ما مجموعه 59 ميجا جول من الطاقة، حققت بالتالي طاقة تزيد قليلاً عن 11 ميجا وات. طريقة جديدة لإحداث المطر في الأماكن التي تندر فيها المياه. يتم اختبار طريقة جديدة لإطلاق الأمطار في الأماكن التي تندر فيها المياه في الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرات بدون طيار تم تصميمها وتصنيعها في جامعة باث. تحمل الطائرات بدون طيار شحنة كهربائية يتم إطلاقها في سحابة، مما يعطي قطرات السحب الهزة التي تحتاجها لتتجمع معاً وتسقط على شكل أمطار. الزجاجات البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام تطلق مئات المواد الكيميائية. وجد باحثون عدة مئات من المواد الكيميائية المختلفة في مياه الصنبور المخزنة في زجاجات بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام. العديد من هذه المواد يحتمل أن تكون ضارة بصحة الإنسان. المعرفة على طول العمر يمكن أن تفسد ذكريات كبار السن. عندما يحاول شخص الوصول إلى ذكرى ما، فإن دماغه ينتقل بسرعة عبر كل شيء مخزن فيه للعثور على المعلومات ذات الصلة.
لكن مع تقدمنا في العمر يواجه الكثير منا صعوبة في استعادة الذكريات. تخصص أدمغة كبار السن مساحة أكبر للمعرفة المتراكمة، في حين أن هذه الثروة من المعرفة السابقة يمكن أن تجعل استعادة الذاكرة أمرا صعبا. يرى الباحثون أن هذه التجربة الحياتية تساعد في الإبداع واتخاذ القرار. تحتوي الأنهار الجليدية الجبلية على جليد أقل مما كان يعتقد. أفاد باحثون أن الأنهار الجليدية الجبلية التي تتقلص بسبب تغير المناخ أصبحت أقل كثافة مما كان يعتقد سابقا. على سبيل المثال، وجد أن الأنهار الجليدية في جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية تخزن مياها عذبة أقل بنسبة 23% مقارنة بالتقديرات السابقة، مما يعرض الملايين الذين يعتمدون عليها في إمدادات المياه للخطر، ويزيد من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر. يكشف التأريخ المعدني أدلة جديدة حول العملية التكتونية المهمة. منح هذا العمل العلماء فهماً أفضل لسبب فشل بعض مناطق الاندساس، بينما ينشئ البعض الآخر أنظمة طويلة الأجل ومستقرة. يحدث الاندساس عندما تصطدم صفيحتان تكتونيتان وتندفع إحداهما تحت الأخرى. يطور العلماء شاشة عرض ذكية منسوجة بالكامل. أنتج فريق دولي من العلماء نسيجاً ذكياً منسوج بالكامل يدمج الوظائف الإلكترونية والاستشعار والطاقة والفوتونية النشطة. يمكن أن تؤدي هذه التطبيقات إلى ما يشبه الخيال العلمي. ستائر هي أيضاً أجهزة تلفزيون، سجاد يحصد الطاقة، ملابس وأقمشة تفاعلية تعمل بالطاقة الذاتية. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دمج نظام معقد واسع النطاق قابل للتطوير في المنسوجات باستخدام نهج تصنيع قائم على الألياف بالكامل. أسماك مهجنة حيوية مصنوعة من خلايا القلب البشرية. أول سمكة هجينة بيولوجية مستقلة تماماً مصنوعة من خلايا عضلة القلب مأخوذة من الخلايا الجذعية البشرية. تسبح الأسماك الاصطناعية عن طريق إعادة تكوين تقلصات عضلة القلب النابض، حيث تحتوي على طبقتين من خلايا العضلات، واحدة على كل جانب من زعنفة الذيل. عندما يتقلص أحد الجانبين يمتد الآخر، مما يؤدي إلى نظام حلقة مغلقة يمكنه دفع الأسماك لأكثر من 100 يوم. يقدم البحث الجديد نموذجاً للتحقق من الإشارات الميكانيكية والكهربائية كهدف علاجي لإدارة انتظام القلب وفهم الفيزيولوجيا المرضية في اختلالات العقدة الجيبية الأذينية وعدم انتظام ضربات القلب. تلسكوب ويب يكتشف نجمه الأول ويلتقط صورة ذاتية سيلفي. رصد التلسكوب 18 نقطة بيضاء ضبابية على خلفية سوداء تظهر جميعها نفس النجم HD 84406، وهو نجم ساطع ومعزول في كوكبة إيرسا ميجور. أما التقاط صورة السيلفي فقد تمت عبر ارتداد الضوء من الأجزاء في مرآة ويب الثانوية. تلسكوب ناسا يرصد ضوءا يصدر أعلى طاقة تم اكتشافها على الإطلاق من كوكب المشتري. كشفت الملاحظات الجديدة التي أجرتها نيوستار التابعة لوكالة ناسا أن الشفق القطبي بالقرب من قطبي الكوكب يصدر أشعة سينية عالية الطاقة، والتي يتم إنتاجها عندما تصطدم الجسيمات المتسارعة بالغلاف الجوي للمشتري. إلى اللقاء مع نشرة جديدة من جديد العلوم. دمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.